أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الموافق 30 يوليو 2022 أن أمريكا والناتو أكبر تهديد تواجهه روسيا، واعتبر أن نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية تحدي رئيسي للأمن القومي لبلاده. لهذا وقع على وثيقة عقيدة جديدة تخص البحرية الروسية، كل هذا وسط عملية عسكرية شنتها روسيا على أوكرانيا بعد محاولتها الانضمام للناتو، لأن روسيا لا تريد الناتو وقواته على حدودها. أما أهم ما ذكرته الوثيقة، إقرار روسيا أنها تفتقر لوجود قواعد عسكرية لها خارج حدودها لتقوم بخدمة أسطولها البحري أو عمليات الصيانة. لهذا ذكرت الوثيقة أنها تريد زيادة تعاون قوتها البحرية مع الهند وإيران والسعودية والعراق. جاء في الوثيقة أيضا أن روسيا تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر المتوسط مهمة لضمان الأمن القومي، وتتضمن أيضا وجوب وجود نقاط ضمان لوجستية فنية في البحر الأحمر، وتنص على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية. كل هذا يشير إلى خوف روسيا من أن تقوم أمريكا بقطع طرق الملاحة عليها في المنافذ البحرية الأساسية. وإذا قارنا بين ما تملكه أمريكا وما تملكه روسيا من السفن البحرية، فقد يتماثل العدد حسب تقارير عالمية وهو يقارب 300، حتى إن القطع البحرية الروسية ربما فاقت عدد أمريكا، لأن روسيا اضطرت لبناء 51 قطعة بعد غزوها لشبه جزيرة القرم عام 2014. القوات البحرية الروسية متفوقة في الملاحة في المضائق الصغيرة والقنوات والبحار الصغيرة كالبحر الأسود، لأنهم يملكون قطعا كثيرة من البواخر الصغيرة والسفن الحربية، لكنها لا تقارن بما تملكه أمريكا من ناحية حمولة قطعها البحرية من الأطنان المتربعة على عرش العالم. فهي تملك عددا كبيرا من البواخر العملاقة وعشر حاملات طائرات، الواحدة منها قادرة على نقل 100,000 طن و62 مدمرة تزن الواحدة 10,000 طن، بينما تملك روسيا حاملة طائرات واحدة قادرة على حمل 55,000 طن فقط و13 مدمرة أقواها تحمل 7,000 طن فقط. وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى تفوق روسيا على أمريكا عندما يتعلق الأمر بالغواصات، فهي بنت مشروع غواصات 885 MSNM، وهي ليست مجرد غواصة نووية متعددة الأغراض، ولكنها أيضا حاملة صواريخ كروز. هذه الغواصة أجرت مناورة شمال بريطانيا دون أن تكشفها القوات البحرية البريطانية بسبب عجز الرادارات أمامها، وهي خطيرة في حال قامت روسيا بهجوم مراوغ حتى وإن لم يرجح حصوله. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.